حرص ملكي متجدد للنهوض بأوضاع الشباب. تدشين جلالة الملك محمد السادس هنا في حي الرحمة 2 التابع لإقليم النواصر لمركب سوسيو تربوي لإدماج الشباب يدخل في سياق المساهمة في تطوير قدرات الساكنة المستهدفة استنادا إلى التكوين كأداة لتحقيق التنمية والتأهيل لصالح هذه الفئة من المجتمع. المركب الذي أنشئ على مساحة تصل إلى حوالي 2700 متر مربع كلف إنجازه 10 ملايين درهم. المشروع يعكس فلسفة عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تولي أهمية قصوى للإدماج السوسيومهني. ومن خلال هاد الورشات كندفعوا بطبيعه الحال كمؤسسه محمد الخامس للتضامن الى ادماج الشباب وتمكينهم اقتصاديا وبالتالي ادماجهم اجتماعيا. فهذا المركز كيضم فضاءين اساسيين، وفضاء الشباب واللي فيه واحد المجموعه من الورشات التكوينيه في مجال الانفوغرافيا والطبع الاعلامي والنجاده والميكانيك، اضافه الى الفضاء الثاني وهو فضاء المراه والذي يضم ورشات في مجال الخياطه العصريه والتقليديه والحلويات وتكوين المربيات. انا خسرت التكوين ديال المربيات، اول حاجه ارتحيت ليه باش نساعد الوليدات باش يتعلموا يقراو، ونحاول ندير المجهودات ديالي باش نكون مربيه في حسن ظن الوليد. مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل الذي يشرف على التدبير البيداغوجي للمركب يوفر لفائده المستفيدين تكوينا في العديد من التخصصات من قابل السلامه وصيانه وفحص السيارات. مده التكوين تصل الى سنتين. حلوا الطوموبيلات، ركبوا الروايد البنوه ديال العجلات ديالهم، كنصايبوا الموتور، صايبوا الزيت، نبدلوا الزيت، نبدلوا الدواو ديال الطوموبيلات، بغيت نشد ديبلوم ونخدم، من بعد نخدم في شي بلاصه اخرى، نشد شي شركه ولا شي. واضافه الى ورشات الدعم المدرسي والتوجيه البيداغوجي، يستفيد اطفال المنطقه من برامج تنشيطيه تشمل المسرح والرسم وغيرها من الفنون الجميله. وبالمناسبة قام جلالة الملك محمد السادس بتسليم تجهيزات ومعدات رياضية لفائدة 10 جمعيات رياضية تنتمي لحي الرحمة 2، وأغلبها يمارس رياضات جماعية ككرة السلة وكرة اليد.